دي اخر حاجة كنا عملناها في الشاشة، عاوزين نعدل بعض التعديلات. عايز اجيب الزراير دي كلها كده تكون جنب بعضيها في حتة واحدة، وتكون صغيرة ما تكونش كبيرة كده. فتعال نشوف مع بعض هنعمل ايه. افتح معايا التست بي واي دبليو اللي احنا شغالين عليها من فترة. تمام، هعمل ايه بقى؟ هعمل جريد ليهم. فين الزراير؟ بص هي هبان كده كده اهم دول الزراير. بص انا مش عايز اد امبلوي، كفايه اد، ومش عايز فايند امبلوي، كفايه فايند، وكفايه اديت، وكفايه ديليت، وكفايه كلير. بس انا كنت مكبرها، خلاص هصغرها. ماشي، هنا انا هعمل ايه؟ هعمل اف، هعمل متغير اسمه اف، ده بيساوي فريم. هعمل فريم جديده. تمام، الفريم ده هتتحط فين؟ هتتحط على الاف ار ام بتاعتي. ما تنساش ان انت شغال على الاف ار ام اصلا، فانا هحط الفريم الجديده اللي اسمها اف، واخد بالك؟ هحطها فين؟ هحطها على الفورم نفسها. حلو، دي الفريم اللي انا هشتغل عليها. فانا هضيف الزرار ده في الاف، وهضيف 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 الزرار ده في الاف، وفي الاخر هعمل الاف دوت باك على الفورم. خلاص، والباد واي ثابته اهي، باد واي للفريم، للفريم بتساوي الباد. ماشي كده. طيب بالنسبه لهنا الزرار مش هيبقى باك. بص هو انت لو اشتغلت بالطريقه دي كده، لو عملت سيف وجيت اشتغلت هتشتغل معاك، بس هيحصل ايرور. ليه بقى؟ بص شغل كده باف 5 اوريك الايرور، هيشتغل بس هيحصل ايرور. ليه؟ لان انت كده بتنادي على ادوات مش موجوده، انت كده بتنادي على الفريم. بص بيقول لك الفريم ما فيهوش اوبشن، ايش اوبشن اسمه ستيت، فاهم؟ يبقى انت بما انك عملت كده قبل ما تعمل اي حاجه تاني، اطلع عدل الكود بتاعك في الكلير وفي الفايند. انت بتعملهم فين؟ في الكلير وفي الفايند. ادي الفايند وادي الكلير فوق اهي. الكلير اصبح انت دلوقتي الفريم ده عباره عن ايه؟ عباره عن 9، رقمه 9. ادي 0 1 2 3 4 5 6 7 8. الفريم بقى اللي بعد التكست ده، الفريم عباره عن 9، اندكس ب 9. فاصبح انت هتنادي على الفريم هنا وهنا وهنا. خلاص، الزراير دي كلها، الزراير دي كلها انت بتنادي على الفريم. الثلاث زراير دول دلوقتي جوه الفريم اللي هو 9. عايز ايه بقى من التسعة؟ انا عايز تشيلدرن من التسعة، يعني انا هاخد من التسعة دوت اللي تشيلدرن بتاعتها رقم كذا. اول زرار فيها زيرو، عرفت بقى؟ يبقى انا ايه؟ هاخد منها تشيلدرن، ودي هاخد منها تشيلدرن. فوت واحد عشان فايند، خليك في اتنين. احنا عايزين الاد والاديت والديليت، ففي اد فايند اديت ديليت. وهنا نفس القصة، بس ده 3. لو انا جيت عملت سيف وجيت شغلت دلوقتي كده ما حصلش ايرور، عرفت؟ لان انا كده ندهت في المكان الصحيح. فهاجي هعمل نفس الحركه اللي انا عملتها هنا، هعملها في الفايند، لان الفايند بيعمل نفس الحركه بيعكس. فهخلي ده 9 وده 9، انا كده بنادي عليهم من 9. خلاص، وهنا 0 ده الاد، فوت واحد عشان هو الفايند، خلينا في الاديت، فايه 2، واللي بعده 3 اهو. فكده كودك تشك عليه اهو شغال زي الفل. الاد مفتوحه، عملت فايند شغاله، الاد اتقفلت ودول اتفتحوا. عملت كلير، الاد اتفتحت ودول اتقفلوا. خلاص كده كودك تمام. حلو، كمل بقى، انزل تحت بقى وارجع كمل في الزراير. دي الزراير اهي، هعمل ايه؟ بدل باك هعملها جريد. فالجريد طبعا انا طبعا هحطهم جنب بعض افقيا، فهخلي دي باد اكس بدل باد واي. وقبلها بقى هعمل ايه؟ هعمل الرو بتساوي زيرو للجريد، والكولومن بتساوي زيرو. طبعا انت لازم تكون مذاكر كل اللي فات، احنا بقى لنا بفضل الله دلوقتي 280 حلقه بنشرح، ذاكرتهم كلهم، برافو عليك بفضل الله. كمل بقى كده. انا هاخد الايه؟ هاخد الجريد بدل الباك، يعني دي هتبقى جريد بدل باك، بس ده العمود الثاني. وهنا جريد بدل باك، طبعا كلهم ثابتين في الرول زيرو، ده العمود الثالث. وهنا جريد، وده العمود الرابع. وهنا جريد، خدها كوبي ثاني، انتهت. دي جريد، ده العمود الايه؟ الخامس. الخامس يعني اندكس باربعه. وهنا جريد برضو ما ننساش الاكزيت، نفس القصه اهو، بس ده العمود السادس اللي هو اندكس بايه؟ بخمسه. سيف كده. لو جيت شغلت برضو مش هتلاقي الدنيا متناسقه. ليه؟ لان الزراير كبيره،
فانا هعمل ايه بقى؟ مش انت عامل تحته ويدس اول؟ ويدس اول دي للفورم كلها. تعال بقى اعمل لي ويدس اول للاف بس، للاف وعناصره، خليها مثلا على 6 مش 30، لا 30 دي للادوات، لكن 6 للي جوه الفريم ده بس. فتيجي تشغل بقى كده اهو، بفضل الله كل حاجه شغاله تمام قدامك اهي، تمام اهي. لو انا جيت جربت اي بيانات جديده اوكي، ورحت عامل اد، عمل اد معاك. تيجي تعمل بحث يبحث معاك، تيجي تعمل بحث يبحث معاك. عايز تجيب رقم 13 رقم 12 وتحذفه ديليت، يس، عمل ديليت، حذف معاك. فكده الدنيا كلها شغاله، وكلير شغاله، وفايند شغاله، كل حاجه شغاله بفضل الله، تمام. بس كل اللي عملناه ايه؟ عدلنا تنسيق على الفورم علشان تكون بشكل افضل من الاول. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسه دوسه اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الأكاديمية www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.